هناك مشاريع مكملة، وخصوصا مشروع القناة الجافة نحن نسير بنفس الاتجاه وبالتوازي مع هذا المشروع، لأنه مكمل ويحقق المنفعة الاقتصادية التي على أساسها وضع الاستشاري دراسات الجدوى الاقتصادية والفنية لهذا المشروع. هناك عمل مستمر في العراق، شركات الآن تنفذ أكبر ميناء في منطقة الشرق الأوسط وهو ميناء الفاو الكبير، وهناك شركات تتفاوض معنا لمد سكة الحديد من ميناء الفاو إلى تركيا وإلى أوروبا. مشروع استراتيجي يحظى باهتمام من قبل الحكومة، وهو ضمن أولويات برنامجنا. بنفس الوقت نعمل على مشروع القناة الجافة أو طريق التنمية، والذي يربط الميناء عبر تركيا بأوروبا. هذا المشروع هو لكل العراقيين، ما سوف يتم إن شاء الله من إنجاز له سوف ينعكس بشكل واضح على الوضع الاقتصادي للعراق. الطاقة التي سوف تنقل عبر هذا الممر من دول منطقة ومن العراق، الذي من المؤمل خلال السنوات المقبلة إن شاء الله وفق الرؤية التي تعمل عليها الحكومة، ينتقل إلى دولة مصدرة للغاز. سوف يكون هناك خط للسكة الحديد ينقل البضائع كمرحلة أولى 3.5 مليون، ومرحلة ثانية نصل إلى 7.5 ملايين، إضافة إلى النقل البري، إضافة إلى خطوط نقل الطاقة، إضافة إلى مكون مهم والمتمثل بميناء الفاو والمدينة الصناعية التي سوف تكون من أضخم المدن الصناعية في الشرق الأوسط. هذه المكونات في هذا المشروع الاستراتيجي بالتأكيد سوف تولد فرص عمل هائلة للعراق ولدول المنطقة، توفر فرص لكل الصناعات ورجال الأعمال، وتكون مركز استقطاب للتجارة العالمية. هدفنا الاستراتيجي الطريق والميناء والمدينة والمدينة الصناعية. الأتراك هم من الدول المتحمسة لتنفيذ هذا المشروع. من المهم جدا أن نستثمر الوقت في خلق شراكات مع دول شقيقة وصديقة. هذه الشراكات من شأنها أن أولاً تعود بالنفع على الطرفين، وثانياً تعزز العلاقة وترسخ مفهوم الاستقرار والأمن في المنطقة. مؤتمر طريق التنمية، ذلك المشروع الواعد والذي سيعزز الروابط والمصالح الجامعة لشعوبنا. لقد تراكم الحديث عن التنويع الاقتصادي وعن مواجهة آثار التغير المناخي وصد تأثيره الشديد للوطأة على الزراعة والصناعة وما يتبعه من آثار اجتماعية. اليوم نحن وإياكم نقف على أعتاب مفتاح المواجهة، وكل الجهود التي تعالج هذه المؤثرات ستمر عبر طريق التنمية. إننا نرى في هذا المشروع المستدام ركيزة للاقتصاد المستدام غير النفطي، وعقدة ارتباط تخدم جيران العراق والمنطقة، وإسهاما في جمع جهود التكامل الاقتصادي. بهذا المشروع الواعد سينطلق العراق نحو شراكة اقتصادية معكم، تجعل بلداننا مصدرا للصناعات الحديثة والبضائع، معتمدين في كل هذا على الممرات متعددة الوسائط وأكثر من 1200 كيلومتر من السكك الحديدية وتشغيلها البيني المشترك، ومثلها الطرق السريعة التي ستيسر عملية نقل البضائع، والوظائف التي ستخلقها هذه الحزمة من المشاريع. ميناء الفاو الكبير،
الذي قطع شوطا كبيرا نحو الإتمام سيكون بوابة هذا الحراك الاقتصادي المهم، وسوف تتكامل معه المدينة الحضرية التي سنؤسس بجوارها مدينة صناعية ذكية. قالت هذه الحكومة على نفسها أن تنطلق من الحاجات الفعلية للشعب العراقي وفق أولويات مدروسة وبناء على بيانات تعالج جذور عدم الاستقرار والتعثر.